ما الفرق بين كتاب الفوائد المكية والفوائد المدنية؟ الفوائد المكية للإمام الثقاف رحمه الله ينفع طالب العلم عموما وطالب الفقه الشافعي خصوصا المبتدئ، فإذا قرأه مرارا وتكرارا استفاد فائدة عظيما من جهة فضل العلم وآفات العلم وأقسام العلم وشروط تعلم العلم والكتب وآلات العلم والعلم المحمود والعلم المذموم، والعلم ينقسم إلى فرض كفاية وإلى فرض عين، ومسائل كثيرة تتعلق بالعلماء وطلبة العلم، ويذكر مسائل مهمة من مصطلحات الشافعية وكتب الشافعية وأئمة الشافعية التي تراجع عند القضاء والإفتاء، ويذكر في آخر الكتاب أصول وضوابط مهمة. فطالب العلم المبتدئ ينتفع بهذا الكتاب ليترقى إلى مستوى أعلى، لكن الفوائد المكية الفوائد المدنية للإمام الكردي رحمه الله فهو يعني يذكر فيه أصول تتعلق بالمفتين من جهة الترجيح، يذكر فيه من انتقد أئمة أو انتقد أئمة كبار في المذهب كالنووي رحمه الله والرافعي وابن حجر والرملي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ويرد في أن هذا النقد صحيح وهذا النقد باطل، وهو له كلام ينتقد فيه العلماء ويصحح ويصوب ويتكلم على مسائل في جذور المذهب الشافعي. فهو كتاب متقدم، لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من يعني قرأ المتون الصغيرة، قرأ في الأصول، قرأ في القواعد، قرأ في المقاصد، قرأ في المصالح والمفاسد، يعني تهيأ لقضايا الفقه عامة، حتى إذا جاء إلى كتاب الفوائد المدنية وبدأ الآن يرى المناقشات والردود التي تحصل يستفيد، لكن إذا جاء عليه مباشرة، يعني الإنسان إذا قرأه مباشرة لو في بداية الطلب سيستفيد بعض المسائل، لكن الفائدة ستكون قليلة جدا، لكن إذا قرأه بعد أن يقطع شوطا في المذهب وفي الكتب سيستفيد فائدة عظيمة جدا، خصوصا في النقل والتقويم، كيف العلماء ينقضون بعضهم بعضا ويقومون.